مع الفنان مرشد بوليه. لو عندكم زاده شانس باش تربحوا دي تيكي للعرض هذايا معليكم ديزولي كان تكلمونا على 31 328 330. توا نمشيو لمهرجان جرمده زاد اللي هو عنده عروض تعمل 66 كيف، عروض متميزه الحقيقه، مهرجان قوية على الاخر. معنا بالتليفون سي عز الدين الزوج مدير المهرجان، نحكيو على سبب وراء الغاء عرض محمي لانو اللي كان مبرمج في الدوره هذه بمهرجان جرمده. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي عز الدين. مرحبا بك سعد، اهلا وسهلا بك وبكل المستمعين ديوان فام. اهلا وسهلا بك سي عز الدين. خلينا نحكيو ساعه قبل كل شيء، خاطر وصلتنا معلومه انه محمي لانو الغى عرضه اللي كان مبرمج في مهرجان جرمده، كان تعطينا الاسباب وراء الالغاء هذا. وخلينا نقول مهرجان جرمده يلغي عرض محمي لانو. العكس. السبب هو بسيط ولكنه نتيجته الغاء العرض. محمي لانو جزائري ومقيم في الجزائر العاصمة. والعرض مبرمج من مدة طويلة، ما هوش حاجة معناها ركبة ركوب على برمجة المهرجان. في الأسبوع الأخير اتضح أنه ما لقاش تذكرة للطائرة قبل يوم 9، أنا يوم 8 احنا يتبرمج، احنا العرض عندنا يوم 9. ما لقاش تذكرة الطائرة، طلبناه عن طريق المتعهد نتاعو، طلبناه باش يجي على البر لأن ماهوش حاجة الجزائر تونس خطوة نجم يجي على البر. نعم، رفض باش يجي على البر، و... والتصريح اللي بيني وبين المتعهد مدير أعماله هو أنه ألغى عروضه في تونس. راني إلا لقيت أنه برمج في عرض يوم 11 في مهرجان بنزرت، كلمت متعهد الحفلة بتاعه قلت له هاو موجود هاو جاي، قال لي صحيح راهو موجود لانه لقى تذكرة الطائرة نهار 10. هذا معناها ببساطة سبب العرض نتاعه. اللي هو سبب سي عز الدين مش مقنع. والله فما خلفية ولا الالغاء هذايا نتصور. لا 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 ناكد لك ما فماش حتى خلفية، لاننا احترمنا احنا على الاقل محترمين كل تعهداتنا. فماش هي الخلفيه معناها اذا كان عندك معلومه مثاله. لا لا مش معلومه بي، علاش تم الالغاء ما تمش تاجيل؟ لان ما عنديش يوم شاغر في ايام المهرجان. هم طلبوا التاجيل وانت ما تنجمش ولا ما طلبوش؟ لا لا لا, لا ما طلبوش التاجيل، انا ما طلبتش منهم او ما نظرتش في امكانيه التاجيل لان مانيش مستعد ان نزيد نطول في برمجه المهرجان اللي مش يوفى يوم 26 اوت. فالمهرجان اختار حظه من 4 الى 26 اوت، مده كافيه وطويله. فاذا مش نبرمجوا مش نبرمجوا بعد 26، كيف مش نبرمجوا بعد 26؟ هو باش يرجع للجزائر ثم يعود، فقد نحصل في نفس الاشكال مره اخرى. يعود ما يلقاش لك مره اخرى. به دونك هذا كان السبب حسب سيد عز الدين الزوج مدير المهرجان. سي عز الدين خلينا نعطيو للساده المستمعين اهم العروض اللي مش تكون موجوده في مهرجان جرمده، سنا عروض ياسر متميزه في المهرجان، كان تحكي لنا عليهم سي عز الدين. مرحبا سند، الله يبارك. حبيت نوضح ان الاسبوع الاول كان اسبوع عربي بامتياز. بعد ما افتتح التونسي احمد الرباعي كان شرف لي فرقه السرايا الليبيه يوم 6 اوت، والبارح كان الامير اللبناني روني فتوش، واليوم مسرح جرمده للفنان عامر عجمي من سوريا. كنا نأمل باش يكون غدوة محمي لانو، للأسف نعتذروا ابتداء من يوم 10. سامحني سي عز الدين، مش يتم تعويضه، مش يقعد شاغر النهار هذاك؟ لا مش يكون شاغر. نعم اي كملي به. ابتداء من يوم 10 مش تكون البرمجة لأبناء الجهة وأبناء الوطن. يوم 10 مش يكون زوار الحضرة الفنان مرشد بوليلة. 11 عرض شيئاني في بلدي لمجموعة أحلام المدينة، وهذا عرض راقي وأدعو له الجمهور بصفة خاصة. 12 أوت الفنان نور الدين الباجي. 13 أوت صابر سيزار في عرض أهو. 14 أوت الفنانة درة بشير عرض يا زمان الوفاء للمعهد الجهوي للموسيقى، مش يكون يوم 15 أوت. الفنان نوردو يوم 16 أوت. الشاب والشابة أما وفايد عزيز يوم 17 أوت. عرض القوالة
هم او عرض ممتاز جدا لابناء الجهه يوم 18 اوت. الزياره كيدز الزياره للاطفال يوم اللي هو عرض متميز حكيت لي انت عليه وشوقتني عليه. عرض متميز جدا جدا جدا. وانا اقول لكل جمهورنا جيبوا صغيرات خليه يتفرجوا كما شاخوا تبننوا الجمهور الكبير بعرض الزياره ان نتاكد ان الاطفال مش يلقاو وجبه ثقافيه ممتازه في عرض الزياره كيدز. به كمل ياي. الفنان مقداد السيلي في مسرحيه حسين في بكين يوم 20 اوت. الفنان مرتضى يوم 21، كريم الغربي يوم 22 في مسرحيه فيزا. الفنان المتالق زياد غرسه يوم 23. عرض العمره للفنان شكيب بوصفاره يوم 24، وعرض الاختتام للسلطانه الفنانه شهرزاد هلال. واضح التذاكر موجودين سي عز الدين. التذاكر موجودين في شباك المسرح الصيفي بجرمدا او الملعب البلدي بجرمدا كما هو متداول. هذا موجود كامل اليوم، وابتداء من بعد غد مش يكون في فضاء تجاري ما نحبش نسميها لغالب على الاشهار نظام الاذاعات ما يسمحش بذلك. باي ميسر سمي خليه على بالي يعرفوا منين يقصوا ميسر. فضاء كارفور باب الجبلي. فضاء كارفور باب الجبلي مش لقاو غادي تذاكر. اوكي نصريه نقولوا احنا كارفور نصريه تذاكر مش تكون موجوده في كارفور. تذاكر لمهرجان جرمدا. نعم سي عز الدين الزوش مدير مهرجان جرمدا يعطيك الصحه ونشكروك على البرمجه المتميزه وربي يوفقك ان شاء الله. شكرا سنة بارك الله فيك. يا عيشك يعطيك الصحة. دونك هذوما كانت أهم عروض مهرجان جرمدا، تلقاو تذاكر في شباك الملعب البلدي بجرمدا سينو في كارفور النصرية. نفكروكم عندكم دي تيكي.